والمتابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة ليلى عمر، إليك ليلى. شكرا لكم محمد وإلهام، ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والأصول المملوكة لها. وخلال اجتماع مع وزير قطاع الأعمال، اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محالج القطن ومصانع الغزل والنسيج في عدة محافظات ضمن خطة الدولة للنهوض بهذا المجال الاستراتيجي الذي تحظى مصر بمزايا نسبية فيه، لا سيما المدخلات والخبرات الفنية المدربة. كما تناول الاجتماع تطوير واستغلال الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، فضلاً عن موقف تطوير عدد من المشروعات في مجال صناعة الألومنيوم. اختارت الدورة الثانية لجوائز التميز الحكومي العربي هيئة قناة السويس كأفضل هيئة ومؤسسة عربية خلال عام 2022 ضمن الاحتفالية التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. تعتبر جائزة التميز الحكومي العربي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والأكبر عربيا في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري. وتضم الجائزة 15 جائزة موزعة على فئتين رئيسيتين تشمل الأفراد والمؤسسات. ذكرت وزارة الكهرباء أنه من المستهدف استثمار 100 مليون جنيه خلال العام المالي 2022-2023 لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية. وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ 68% من خطة العام المالي حتى الآن، منوهة بأنه لمجابهة الزيادة في عدد المشتركين وزيادة الأحمال وتحسين جودة التغذية الكهربائية، اتخذت الدولة عدة محاور لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء. أنهت البورصة تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط أحجام تداول مرتفعة، ووصل رأس المال السوقي لمستوى 1.33 من الألف تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX30 وذلك بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 16000 نقطتين، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 33% ليغلق عند مستوى 2921 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 67% ليغلق عند مستوى 4368 نقطة. في أسواق البترول العالمية، انتعشت أسعار النفط بعد انخفاضها أكثر من 9% في مستهل العام الجديد في أسوأ بداية سنوية منذ أكثر من 30 عاما. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59% إلى 78.43 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69% إلى 73.53 دولار للبرميل. كذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.15% لتصل إلى 3.3 دولار للتر. في المقابل، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 8.6% لتسجل 3.8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في الولايات المتحدة الأمريكية، كشفت وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري سجل 61.5 مليار دولار
في نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر من عام 2020، وبلغت قيمة الواردات نحو 313.4 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات 2% إلى 251.9 مليار دولار، حيث انخفضت صادرات البضائع 3% إلى 170.8 مليار دولار، لكن صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات كانت الأعلى منذ أغسطس لعام 2019. ختم أخبارنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام ومحمد، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى.